ولأن أول خطوة نبدأ فيها في روتيننا للعناية بالبشرة هي غسل الوجه، أروحوا نتكلموا مع بعضنا على أفضل غسول لطيف على البشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع في قناتكم استشارات صحية وتجميلية مع أخصائي التجميل الطبي منال. وشنو هو تحدي الثلاثين يوم؟ هو تحدي نقوم به على مدار 30 يوم باش نكسبه عادة العناية بالنفس، يعني العناية بالبشرة نتاعك، بالجسم نتاعك وبالشعر نتاعك. واش راح تستفادي؟ بكل بساطة راح تستفادي عادات يومية إيجابية للعناية بكل ما يخص البشرة والشعر والجسم، راح يخليك تتفادى تجاعيد مستقبلية، تصبغات جلدية مستقبلية، كل مشاكل البشرة الناتجة عن الإهمال راح تكسبيها معنا. وين راح يكون هذا التحدي؟ هذا التحدي راح يكون أونلاين عن طريق تطبيق التليجرام اللي راح تكون فيه متابعة يومية طيلة 30 يوم ودروس توعوية أسبوعية. للاشتراك في هذا التحدي اللي راح يقلب لك جمالك 180 درجة، أرسلنا رسالة نصية عبر تطبيق الواتساب أو الفايبر، وراح نخلي لكم أيضا عنوان الصفحة نتاعي عبر الفيسبوك. وقبل ما نبدأ فيديونا لنهار اليوم، فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد مفيد إن شاء الله. وباش يوصل هذا الفيديو لأكبر قدر من الناس للاستفادة، ما تنساوش اللايك الجام والإعجاب لأنه يساهم في انتشار الفيديو. إذن اليوم إن شاء الله راح نتكلم على غسول رائع من شركة بيوديرما، بيوديرما سنسيبيو جيل موسون. هذا الغسول الأكثر من رائع، اللي من أهم استخداماته أنه ينظف البشرة بعمق وبلطف بلا ما ينشفها، ويحافظ على الرطوبة نتاعها. صالح للبشرة الحساسة بأنواعها، جافة، دهنية، مختلطة، عادية، وحتى الناس اللي يعانيوا من الوردية والإكزيما يقدروا يستخدموه بكل أريحية. بحكم العمل نتاعي في الصيدلية لسنوات، وبما أنه كنا نجيبوا بزاف منتجات، ومن المنتجات اللي نجيبوهم كانوا المخابر بيوديرما، وكان هذا الغسول دوما حاضر، لكن ولا مرة يعني كنت فضولية باش نعرف الفوائد نتاعه ولا المزايا نتاعه، إلا بعد ما وصفت هذا الغسول للمشتركات نتاعي في دورة أو تحدي 30 يوم لاكتساب مهارة التحكم بالعناية بالنفس. والحمد لله وصفته لمشتركاتي اللي يعانيوا من الحساسية، ولكن يعني الجميع جربوه لأنه صالح لجميع أنواع البشرة، وجربوه تال معجبهم ولقاو نتائج مبهرة بعد الاستعمال نتاعو وشكروني عليه. قلت لازم نشارك معاكم هذا المنتج الأكثر من رائع للناس، خاصة للبشرة نتاعهم حساسة، اللي كما راه معروف أنه هذا الناس يلقاو صعوبة كثيرة في اختيار وانتقاء المنتجات نتاعهم. من ضمن المنتجات غسول البشرة، لأنه يخافوا يسبب لهم تهيجات حكة واحمرار ويعانيوا من بعده من الجفاف. لكن هذا الغسول ممتاز جدا لتنظيف البشرة والمحافظة على الرطوبة نتاعها، وكذلك يحميك من التهيجات، يخفف الحكة والالتهابات. بالنسبة للتركيبة نتاعه، تركيبة رائعة جدا، خالية من المواد الضارة، خالية من العطور البارابان، وأيضا فيه مضادات أكسدة قوية مثل الفيتامين سي والفيتامين أو. وطبعا هذا الغسول ليس حكرا فقط لأصحاب البشرات الحساسة، بل صالح لجميع أنواع البشرة وحتى الدهنية المختلطة، الجميع يقدر يستعمله. وأيضا بما أنه تركيبته غير مضرة، صالح للأطفال ولجميع الأعمار. العيب الوحيد اللي راني نشوف فيه في الغسول هذا أنه السعر نتاعه ليس في متناول الجميع. السعر نتاعه يدير 235 ألف الحجم 200 مليلتر، و 335 في الحجم 500 مليلتر. أخطيك من المكياج وخصصي ميزانية خاصة لمنتجات العناية بالبشرة، أحسن وأحسن بكثير، لأنه بالرغم من غلاء السعر نتاعه لكنه رائع، رايح يريحك من مشاكل كثيرة، ورايح تتحصلي معاه على بشرة صافية وخالية من العيوب. إلى هنا نكون كملنا فيديونا لنهار اليوم، اللي نتمنى يكون نال رضاكم وإعجابكم.
إلى اللقاء.